انا اسمه عثمان محمود فرج. محمود عثمان فرج. قاعد في القصوص وعايش في القصوص. عايش في القصوص. وراجل سقيمه ما حلتش غير فضل الله. وعندي ثلاثه من ضمن احمد دي عندها لحميه وعندي واحد ثاني عنده لحميه. وانا عندي 73 سنه. باخذ معاش 400 جنيه. ساكن ب 350 جنيه. لا مقضيين لا مؤاخذه اكل عيش ولا شرب مي. ولا مقضين اني انا ادري من واحد مريض زي دي عاجز. هو عاجز وانا عاجز ما حلتش حاجه غير فضل الله. عاوز اعالج دي عشان ما اعولش هم عشان لما اموت انا بكره وبعده مين هيعود؟ مين هيشيله؟ وعاوز من فضل ربنا وعاوز اعيش عاوز فلوس عاوز اكل عيالي عاوز اعيش زي الناس. عاوز اسمه فضل. عايز افشي فؤاد. عارف عيالي. الله يشفيني. دي حالة تستحق ان احنا نتوقف امامها ونحاول نسعى لعلاجها. معايا على التليفون الاستاذ شيرين التهامي مدير الاعلام والعلاقات العامه بمؤسسه مصر الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ محمد. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بك. يا رب تكون يعني ايادي الخير من مصر الخير على حاله احنا عرضناها لوالد طفل عنده اعاقه في عضلاته ويتمنى ان هو يجد لها العلاج العاجل. والله يا فندم انا بحييكوا على الاهتمام بالحالات الانسانيه واحنا مصر خير دايما موجوده لمساعده اي حاجه اي حالات انسانيه ممكن تكون محتاجه المساعده. انا هرجع لكنترول اخد كل التفاصيل الخاصه بالحاله. اكون شاكر باذن الله في خلال اقل من يومين اكون رديت على حضرتك لان حضرتك كان في معايير للحالات الانسانيه منعا في وجود اي حالات نصب او اي حالات يكون كل الفلوس اللي بتطلع من صدقات وتبرعات في مكانها السليم الصحيح. فانا هستاذن سيادتك ان انا ارجع للكنترول اخد هيدي لحضرتك بيانات وخاصه ان والد الطفل مسن عنده 73 سنه وقاعد في بيت مهدم يعني يتمنى ان نكفل له حياه كريم. وارجو لو حضرتك تواصلتي مع صاحب الحاله ارجو توفينا بالنتائج ويسعدنا ان احنا ننوه على المجهود اللي حضرتك عملتيها يعني تقول لنا بس عملت ايه. طبعا يا فندم هرجع لحضرتك دي امانه هرجع لحضرتك طبعا فريق الاعداد اللي اتشرفت وتعرفت بيهم قبل البرنامج واكون رد على حضرتك ان شاء الله على الحاله. انا هستاذن حضرتك مش هقدر احدد دلوقتي انا الحاله هاخد تفاصيلها النهارده بكره الصبح تكون في حالات الانسانيه وفي اول اسرع وقت ارد على حضرتك ان شاء الله. طب اسمح اسرع وقت يعني نقدر عليه ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكرك بس اسمحك ما تقفليش التليفون فيه بس مداخله حد بيناشدك في طلب بعض المساعده. أم عبير كلمتنا الأسبوع اللي فات عندها ابن عنده مشكلة تتعلق وهو من الغارمين وبيتناشد حق مصر الخير إنها تساعده. أم عبير معايا على التليفون؟ ألو؟ أيوه السلام عليكم. صحة الله، إزيك يا أم عبير؟ إزي حضرتك؟ أنت عايزك تقولي لي المشكلة تاني بتاعت ابنك اللي كان من الغارمين؟ والله هو كان الحقيقة كان هو شاب عايز يشتغل. فناس قالت له تعالى نشغلك وكده اهوت ونشتري بضاعه مع بعض وبس احنا ايه عشان نثق فيك هنديك بضاعه انما تديك عليها على وصولات امانه. فمدوع على وصولات امانه ب 50,000 جنيه. طيب هو حاليا مديون بكام؟ هو مديون ب 50,000 جنيه. طيب احنا هنحاول ان احنا نوجد حل من خلال مؤسسه مصر الخير. استاذه شيرين حضرتك معايا؟ هو حضرتك الباحث جالي الحمد لله. بس قالوا ان هي هتتاخر وهو انا عندي جلسه يوم 3/11 متاجله للصلح للتصالح ولدفع الفلوس. فانا كل القصه معايا ان هم اذا كان ربنا هيكرمهم وهيساعدوا ابني بس الوقت لان كده في حكم متامن وفي حكم لازم خلينا نحاول مع استاذه شيرين التهامي واللي فيه الخير ربنا يقدمه. اتمنى اكون استاذه شيرين معايا. استاذ محمد مع حضرتك يا فندم انا بس عايزه اطمن ام عبير وما دام الحاله وصلت لمصر الخير ان شاء الله يكون فيها حل. هو ما فيش تباطؤ ولا حاجه. هو القصه انه في اغلب الاحوال بتكون الحاله يا اما بننتظر يكون في حكم صدر عليها بالفعل وده احتراما لان تكون القصه حقيقيه وواقعيه. نعم. لان حضرتك عارف طبعا وادرى بكثير من ده حقك يا فندم برضه بحاجات الغارمين والقصص اللي بتيجي
لكن خليني ارجع بكره، انا برضو هرجع للكنترول اخد تفاصيل الحاله الاسم هي الحاله دي بس عاجله على اساس في حكم يوم 3 نوفمبر. لا يا فندم ما تقلقش، وحتى لو صدر حكم مش هيتم. طب كله هو صدر حكم، هو صدر حكم بسنه وسبع شهور، وبعدين احنا عملنا يا ام عبير هل في اي ورقه حضرتك؟ هو الباحث لسه كان عندي يوم الحد اللي فات، الحد اللي فات. بس ارجوكي ارجوكي ربنا يبارك لكم. لا حاضر يا ماما، ان مستقبل الواد ده هو حضرتك، هو طالب يعني، هو بيساعد نفسه والله، بيشتغل بيترك على نفسه. لا ما تقلقيش، خليني ارجع بكره الصبح ان شاء الله الحاله دي يكون عليها رد ان شاء الله بكره. بس احنا نتواصل معاك استاذه شيرين، واول ما توجدي حلول للحالتين دول هيشرفني انك تعليني ده في البرنامج. تحت امرك يا فندم. شكرا ليكي اهتمامك استاذه شيرين التهامي، مديره الاعلام والعلاقات العامه بمؤسسه مصر الخير.